هو ايضا على موعد مع التاريخ عبد الله، اليوم قد يعادل هدف الدزوي وقد يعني يتخطى ال 127 هدف، من يدري. ادي شحاته، شحاته يحطها في اليمين لزيزو، زيزو 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 عمر له الاوفرلاب، شحاته دي العرضيه جول. هو مصطفى شلبي، هو مصطفى شلبي، عاد زيزو، عاد انكل زيزو حبيبي، فعادت الاسيست الخياليه وزيزو يصنع هدف رائع من احمد سيد زيزو لمصطفى شلبي، راسيه يغالط على طول محمد بسام. اي لقاء واي بدايه، وقلت لحضراتكم بتكلم عن تيزو. الانفراجه دايما من الجبهه اليمنى باسم احمد السيد زيزو، احمد سيد زيزو سادس مواسمه مع نادي الزمالك يصنع هدفه ال 41، وادي مصطفى شلبي والتعامل لم يكن الافضل من محمد بسام، راح لها يعني بنوع في تراخي، ومصطفى شلبي يقطع على طول قبل المدافع القصير في القامه في اللقطه اللي فاتت محمد عادل، ويسجل على طول مصطفى شلبي. التعامل لم يكن افضل شيء من محمد بسام اللي يخسر فرصه كلين شيت السادس له، وادي بدايه الموال من عند محمد شحاته لزيزو، وادي العرضيه المتقنه، ويقطع على طول الموهوب مصطفى شلبي، يسجل مصطفى بال 27 عام جون ايبوكي. مصطفى شلبي من العمر جابر، شوف عمر جابر يعني قافل عليه تماما الجبهه اليسرى ايمن الرمادي، صديق اوجولا، شوف صديق اوجولا لجون ايبوكا، الثنائي النيجيري، نسرين نيجيريين يحلقان فوق استاد القاهره للتانية تبتة مع صديق اوجولا وجون ايبوكا، كانت باينه من اللقطه الاولانيه. واتكلمت عن المبدع صديق اوجولا صاحب الخمسه اسيست هذا الموسم، يصنع الهدف السادس صديق اوجولا ويحطها على طبق لجون ايبوكا عشان يسجل خامس اهدافه وهدف التعادل في لقاء، بقول لحضراتكم يعني المتعة حاضرة. واحد الزمالك اوجولا ايبوكا، لقطة هدف التعادل لسيراميكا كليوباترا. ادي فنت ما كانش له معنى خالص اعتقد من دونجا، شوف بداية الهجمة، لان الاهداف بتاتي من اخطاء، وشوف الخطأ من قبل دي كمان، في حد عمل فنت ما كانش ليه داعي خالص في وسط الملعب، اتقطعت هنا، هنا التمريرة، شوف الفنت ده من مين، اعتقد ان دونجا ان لم اكن مخطئ، وصديق اوجولا حطها في مساحه للمتحرك جون ايبوكا اللي فاتت كانت بسرعه، لكن كتر التمرير وكتر التحضير مع سيراميكا كليوباترا مش هياتي بثماره. ادي ناصر وبسام، تصدي غريب من بسام، ودونجا دونجا دونجا يسجل دونجا. هل في تسلل؟ لا اعتقد، هنشوف الاعاده لحظه التسديد من ناصر ماهر، ومحمد بسام يتعامل معها بشكل غريب جدا، ودونجا الفولو عشان يسجل تاني اهدافه هذا الموسم، الا اذا كان للفار راي اخر. هنشوف محمد عادل يقول ايه، هنشوف لحظه التسديد. ادي ناصر، ادي ناصر، نركز لحظه التسديد، مفيش تسلل اطلاقا، مفيش تسلل اطلاقا من لحظه التسديد. شوف مغطي هنا، مغطي عبد الرحمن بودي مشكور، وحتى دونجا في لحظه تدخله لو افترضت ان هو كان متداخل ساعه التسديد فهو اصلا ما كانش تسلل، هفوة بسيطة، كرة القدم تلعب على جزيئات بسيطة. شوف بودي اللي الغطى ده هو اللي مغطي التسلل، 22 هو اللي مغطى. محمد إبراهيم يعمل عرضية، محمد إبراهيم تنزل على طول لأحمد ياسر ريان يلقطها كما لو كان ماجنت، أحمد ياسر ريان يعمل عرضية، أوجولا 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 أوجولا، صديق أوجولا قلت عليه لن أندهش إذا ما تم استدعاءه لكتيبة السوبر جرين إيجلز، ليه لأ؟ أمال سيراميكا كليوباترا فيها الجندوسي بيلعب في منتخب الجزائر، والقصير المكير صديق أوجولا يسجل تاسع أهدافه صديق أوجولا بعد عرضية رائعة من أحمد ياسر ريان. أحمد ياسر ريان يتقمص دور الوالد ويعمل عرضية ويسيب مكانه للسترايكر، شفت هنا قلت ماجنت، مغناطيس استلم احمد ياسر ريان، وهنا تحرك وهرب من رقيبه واللي كان ضاغط على احمد ياسر ريان مغطي التسلل في اللقطه اللي فاتت، يدرك التعادل. ولسه بتكلم عن الاحتمالات، ولسه بقول، لسه بقول، شوف هنا عمر جابر ومحمد شحاته كمان مغطي، لسه بقول ان وارد سيراميكا يتعادل، وارد الزمالك يعزز، وارد النتيجه تبقى على حالها، وكما لو كان سمعني صديق اوجولا ثنائي نيجيري يتعب الزمالك، نسرين نيجيريين يتعبوا دفاع الزمالك النهارده، ويسجل صديق اوجولا هدف التعادل في الدقيقه 72. اذا الزمالك تقدم عن تبديل خامس لسيراميكا كليوباترا، لسه الزمالك يحتفظ بتبديل خامس، هنشوف مين هينزل، سعد سمير لاعب الخبره، وده يوريك ان ايمن الرمادي يقول لك احقق تعادل الاول تاريخي احسن ما تبقى هزيمه. ممكن زيزو
حبيبي، ملك الاسيست لاسد التيرانجا. اسد التيرانجا، اذا كان سيراميكا كليوباترا يمتلك نسور نيجيريه، فالزمالك يمتلك اولا زيزو ثم اسد تيرانجا، يستطيع ان يلتهم النسرين النيجيريين بفضل عرضيه خياليه من احمد السيد زيزو. يسجل ابراهيم نداي هدف الثالث لنادي الزمالك في توقيت قاتل. لسه بقول ايمن الرمادي يقول لك الطمع يقل ما جمع، تعادل تاريخي احسن ما يبقى، يعني هزيمه اعتياديه امام الزمالك. ادي ابراهيم نداي لا يجد ادنى صعوبه من ايداع الكره بعد زيزو اللي عمل كل حاجه في الجبهه اليمنى، زيزو يصنع في الجبهه اليسرى، زيزو يصنع، وابراهيم نداي المحير. ابراهيم نداي لو عملت تصويت لدى جمهور الزمالك هتلاقي انقسام، يبقى ابراهيم نداي بعد ما انسهر واتسجن مع الفريق ولا شكرا ابراهيم نداي؟ امر معلق. لكن ابراهيم نداي يسجل الهدف الثالث في ماتش ممتع، ماتش ممتع. كنت بتكلم على صديق اوجولا مان اوف ذا ماتش، لكن بالاثنين اسيست اللي عملهم زيزو وهدف ضربه الجزاء، يدخل زيزو بكل جداره كمان اوف ذا ماتش من وجهه نظر المتواضعه. وتبصل خرج خالد صبحي، هل دفع بسعد سمير؟ شوف شوف تبديل على طول، كان سعد اللي واقف رقم 6 لو تتذكروا في لقطه الهجمه للزمالك، لكن على طول لما لقى انه اتاخر في النتيجه قال له لا اقعد يا سعد، ما يشاركش سعد سمير ويدفع على طول باللاعب. هنشوف ادي مروان، ادي انطلاقه ابراهيم النداي، فرصه مرتده الرابع من اجل الهجاز على سيراميكا. ابراهيم النداي، ابراهيم النداي، ابراهيم النداي، يحطها لزيزو يا ولد، يرد الهديه ابراهيم النداي لاحمد سيد زيزو وينصبه مان اوف ذا ماتش. احمد سيد زيزو يصنع مرتين ويسجل مرتين في يوم كبير، والزمالك عليه الا يستاثر بزيزو لوحده لنفسه، ونحب نشوف زيزو مع المنتخب، مع المنتخب الأولمبي. سجل هدف من ضربة جزاء وصنع مرتين، يسجل أحمد سيد زيزو، يسجل هدف ومن ضربة جزاء، و اللي كانت يعني عمل اسيست، عفوا كان في عمل اثنين اسيست في الماتش الحالي، وزيزو يسجل هدفه الرابع وهدف الزمالك الرابع، ويسجل زيزو هدف غالي جدا لأحمد سيد زيزو. ادي ابراهيم نداي، ابراهيم نداي كان سجل افتتح التسجيل، والله من كتر الاهداف اتلخبطنا، كان افتتح التسجيل مصطفى شلبي ودونجا وابراهيم نداي، ويختتم شريط الاهداف احمد سيد زيزو في الدقيقه 92. كان احتسبت ضربه الجزاء وما لعبهاش احمد سيد زيزو، لكن يسجل احمد سيد زيزو، يصنع مرتين